برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا كلك رقة وإحساس للي بتسهر معنا برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا كلك رقة وإحساس للي بتسهر معنا هد أعصابك شوي سلي صيامك يا عيني هد أعصابك شوي سلي صيامك يا عيني جاوب واربح هدية في المسابقة اليومية الكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور الكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور في الشوارع والطرقات والمحلات التجارية في الشوارع والطرقات والمحلات التجارية حي المجلس المحلي والتلفزيون الجماهيري برنامج مع الناس الليل بيجمعنا كلك رقة وإحساس يلي تسهر معنا برنامج مع الناس اللي بيجمعنا كلك رقة وإحساس يلي بتسهر معنا إذن أعزائي المشاهدين ونحن نتواجد في حكاية أجواء خاصة مميزة الرجال الشباب كلهم يأتون لهنا للتمتع في هذا المكان الجميل من كل رمضان الكريم كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير أتعرف عليك إبراهيم محمد من الفحم عمي إبراهيم بهالأيام السعيدة الأيام المباركة أولا كيف هيك شعورك برمضان؟ والله الحمد لله صح رمضان الصيام السنة طلع صعب درجة الحرارة عالية كثير بس مع الإرادة الجو حلو ومبسوطين في رمضان إن شاء الله كل بيضل يعمل خير على كل الناس والأمة المسلمة والعرب إجماعيين وتأمل لهم الخير والبركة في هذا الشهر الفضيل وعم إبراهيم إحنا ما هون متواجدين بحكاية أولا شو رأيك بهذا المحل هذا المحل أنا بعرفه من سنتين ثلاثة يعني من أحسن محلات المحلات الراقية الموجودة مش بس في الوسط العربي حتى في من وسط اليهود ناس أجوا زاروا أنا جبتهم وبالفعل كان انبسطوا جدا من هذا المحل وتعجبوا أنه في عندنا محلات من هالنوع في الوسط العربي هذا المستوى اللائق الممتاز وإحنا بنعرف يا يعني عم إبراهيم أنك بتفر وعندك يعني خبرتك في هذا المجال وأنت فعال ونشط في الوسط العربي حسب رأيك يعني مبادرات من هذا النوع كيف يمكن أن تؤثر لتطوير الاقتصاد وفرص العمل في وسطنا العربي طبيعي كل ورشة اللي هي ورشة اقتصادية أو ورشة صناعية طبعا بتساعد بتسهم في ازدهار الوسط العربي بترفعه إلى 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 الأمام إلى أعلى هاي بتوجد فرص عمل لكثير من الشباب وانا شايف الحمد لله في كثير شباب بيشتغلون في المحل بيجوا ناس من برا البلد طبعا بيزهر الوضع الاقتصادي في البلد وبكون كمان قدوة يحتذى فيها اللي كمان محلات ثانية بلدان ثانية اللي تاخذها هذا المثال وتطبقه عندها حلو جميل حبيت اسالك عن سؤال اخير بهالايام السعيده المباركه يعني احنا قضينا تقريبا نصف رمضان ونحن في يعني الثلث الاخير من هذا الشهر الفضيل هل لك من كلمه هل لك من رساله عسى ان يكون مجتمعنا افضل وهل لك من مباركه وتهنئه تقدمها لابناء وسطنا العربي طلع شهر رمضان انا حسب رايي شهر رمضان هو شهر من السنه مزبوط هو 1 على 12 من السنه من ناحيه حسابيه هذا أحد الأشهر اللي أنت هو أكثر في الروحانية نخفف شوي من المادية ونروح للجهة الروحانية في شهر رمضان أنت أكثر خاصة الصائم اللي مجربها هو أكثر بركز بالأشياء الروحانية معلش شو فيها شهر في السنة إنه إحنا هذا الشهر نخليه لأشياء ثانية 11 شهر مسموح لنا نشتغل نركض وراء المادة شهر واحد نتريح نشتغل شوي بس اكثر نكون مرتاحين هذا شهر بعلمك الصبر يعني انك تصبر ما عندك كل الملذات حواليك كل اللي تشتهي حواليك موجود بس انت بتمسك نفسك تتغلب عليها وتقول ابدا
سننتظر حتى يأذن لنا المؤذن وسنشرب كأسة الماء. تعرف أنه كأسة الماء اللي بتشربها على الإفطار إلى طعم يختلف عن كأسة اللي بتشربها كل يوم. هذا معناه أنه إحنا بما أنه الأكل والشرب بنشربه كل يوم مش عادي في شهر رمضان بيكون لا هاي النعمة بلازم تقدرها. هسه بتقدرها كل السنة 11 شهر ما قدرتهاش، فهذا الشهر قدر هاي النعمة، مش بتيجي هيك من الهواء. فلما هذا بهالشهر نصير نقدر النعمة والأشياء الموجودة عندنا شهر، ومعروف علميا إذا الإنسان بده يكتسب، إذا الإنسان بده يكتسب عادة معينة بده 21 يوم علميا، فكمان 9 أيام بزيد بتكتسب هاي العادة، فبتلك أنه ليش بنصوم قاعدين شهر ومش يوم ولا يومين زي باقي الناس. كلام من ذهب، نحييك على هذه المشاركة سيد إبراهيم من أم الفحم على مشاركتك طيبة. هذه مقدمة لك من سنتر ناس عنوانك لتوفير أكيد، وأيضا من سنتر الاتصالات كل مستلزمات الهواتف القلوية. شكرا، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، شكرا لكم على هذه المقابلة، شكرا لكم، شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير. أعزائي المشاهدين نكمل معكم برنامج مع الناس، نحييكم مجددا ونحن نتواجد هنا في سوق هشام وعصام للخضار والفواكه، الحملات والأسعار المميزة والخاصة مستمرة هنا في شهر رمضان المبارك، وأيضا على شرف حلول عيد الفطر السعيد، أسعار خاصة ومميزة ومعاملة متميزة هنا في سوق هشام وعصام للخضار والفواكه. من كل رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. كنت بخير. نتعرف عليك. أحلام أبو فني. أحلام أبو فني، أحلام إيش تعملي بحياتك أنت؟ والله شي قاعدة بشتغل. تشتغلي؟ إيه كيف هيك رمضان تلاقوا؟ صبابة. إحنا بنحكي معك هنا في سوق هشام وعصام الخضار والفواكه، حابين نسألك كيف هيك يعني اليوم شو محضرين أكل؟ اليوم شنيتسل. شنيتسل نواشف يعني؟ آه. بعطشش؟ لا، زكنا الطبايخ. زكتوا لحم 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 ورز ولحم ورز كل يوم. رز رز. هالأيام المباركة السعيدة يعني كصبية كشابة في لك كلمة هيك رسالة موعظة بتقدميها لأسرة الشباب لمجتمع الشباب في بلدنا في مجتمعنا من أجل أن يكون مجتمعنا أفضل؟ إنه كل واحد يفكر قبل ما يساوي الشغلة، يعد للعشرة. يعد للعشرة. إحنا بنحييكي نشكرك على المقابلة. في معنى هذه مقدمة لك من سنتر الاتصالات ومطعم ومقهى حكاية بيقدم لك هدية، والحاجين سعد وسعيد عسل بيقدم لك هدية، وملك الشاورما كفر قرع عشر الرئيسي بيقدم لك هدية. السؤال بيقول هيك، بماذا لقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ الخليفة عمر بن الخطاب بإيش لقب؟ ألف بالصحيح، ب بالفاروق، وجيم الإجابة ألف وباء خاطئات. بالفاروق باء. يعني وفقاني. وأنا وفقان في 100% إن أقول لك مبروك عليك الهدية، ألف مبروك كل عام وأنت بخير. أنت بخير. ألف مبروك عليك، هدية مقدمة لك من سنتر الاتصالات، وأيضا هدية مقدمة لك من هشام وعصام، وملك الشاورما مقدم لك هدية، ومطعم ومقهى والسينما سباعية الأبعاد في حكاية بيقدموا لك هدية. رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. أنت بخير. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك. أعزائي المشاهدين مثلما تتابعون وتشاهدون أجواء رمضانية خاصة هنا في قرية كفر قرع في الشارع الرئيسي، وكفر قرع تتزين وكفر قرع تحتفل برمضان وبالعيد، ونحن نحتفل وإياكم مع برنامج مع الناس. نكمل معاكم البرنامج، ومن كل رمضان كريم نتعرف عليك، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. نتعرف عليك. عوض باطة. عوض بهالأيام السعيدة بهالأيام المبارك، يعني كيف فيك شعورك برمضان؟ الحمد لله رب العالمين. شو بتحب تقول للمشاهدين؟ كل عام وانتم بألف خير، نعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. شو طبختوا اليوم؟ بعد مش واصل الدار يا مريم. شو حابب مثلا؟ شو حابب؟ الله الموجود يا ابن عمي. موجود بتاكله؟ الحمد لله رب العالمين. شو بتعرف عن الطيور؟ كل شيء بنعرف عن الطيور. شو مثلا بتعرف؟ شو بدك بنعرف شو؟ شو؟ في طيور جارحة وفي طيور اللي بتهاجر و... ايوه كل شيء بنعرف شو. طيب اللي... عن البط شو بتعرف؟ تأكلها في التعرف. شو بتعرف عن البط؟ البط دائما في البحر في المي. بالمي. ايوه. مثلا الدجاج بكاكي، البط شو بسوي؟
هذه مقدمة لك من سنتر ناس وماجد مسلم مقدم لك هدية، الحاج عبد الرحيم عودي مسارو بقدم لك هدية، وأيضا قطاع غيار العسلي بقدم لك هدية، رفكي عسلي بقدم لك هدية. شو بسوي البط؟ شو بسوي البط يعني؟ بس سؤال أنت أخمن، يقول لك شيء، شو بسوي؟ تعرف شو بسوي؟ فيش اقتراحات عندك نشوف شو؟ أنا قلت لك الدجاج مثلا بكاكي. طيب. البط شو بسوي؟ حتى نشوف بجاجي طيب سؤال من البرنامج، هدية مقدمة لك من سنتر ناس، عنوان كلها للتوفير الأكيد، وأيضا الحاج سعد وسعيد عسل يقدموا لك هدية، وسعيد عسل وإخوانه شركة ميم ألف عسل للتجارة والتواصل يقدموا لك هدية. من هو ابن السبيل؟ أما نقول ابن السبيل، من هو؟ ألف هو الماشي، باء هو الواقف، وجيم المسافر. ألف باء ولا جيم؟ ابن السبيل هو جيم المسافر. المسافر. طب أنا بدي أكتب لك الواقف باء، بضل عندك الماشي أو المسافر، مين؟ المسافر. نهائي؟ نهائي. نهائي؟ نهائي نهائي. ألف مبروك عليك، هذه مقدمة لك من سنتر ناس وسنتر للاتصالات، وهذه مقدمة لك من الحاج جاين سعد وسعيد عسلي وشركة ميم ألف عسل للتجارة والتسويق، الحاج سعيد عسلي بقدم لك هدية، والحاج عبد الرحيم عودي مصر بقدم لك هدية، وماجد مسلماني بقدم لك هدية. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير يا عمي. أعزائنا المشاهدين، احنا موجودين في ملك الشوارما في أجواء رمضان من قبل الإفطار. مع حضرتك، عارفين على حضرتك غدير محاج من أم الفحم. احكي لنا شو أجواء رمضان معاك قبل الإفطار؟ ماشي الحال الحمد لله، أجواء حلوة عشان جديد متجوزة، كله تحضيرات وعزايم وهيك حلو. مبروك أولاً، احكي لنا كيف، بما أنه درجة الحرارة عالية وحم كثير لأول مرة من بين سنين كثيرة، كيف شعورك؟ مع التكنولوجيا هاي المسجنين والهوايات ماشي حلو يعني، بس آخر ساعة بعلى الضغط يعني. طب احكي لنا شو بتقول للناس عشان أعمال الخير والعطاء برمضان اللي بتزيد دائما بنشوفها بس برمضان وبعدين خلص بتنسى الناس؟ إنه برمضان يعني دائما الواحد يمليح إنه ينتي الناس والفقراء، بس إنه خاصة برمضان الواحد يزيد يعني. طيب شو بتقول لكل الناس بمناسبة شهر رمضان؟ كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة وبالعافية. ومعنا هدية من حلويات الناصري، ألف مبروك إليك، رمضان كريم. شكراً. شكراً. Thank you.
أعزائي المشاهدين نكمل معكم برنامج مع الناس، البرنامج الخاص والمميز مع مشاهدينا ومع متابعينا عبر موقع بوجة والتلفزيون الجمهوري كفر قرع. منكم رمضان كريم، كل عام بخير. وانتم بخير، واهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير، ونعاد عليكم بصحه وسلامه وامان واهل بلدنا ان شاء الله. نتعرف عليك. عبد الرحمن مصالحه. عبد الرحمن، احنا يعني ونحن نتجول هنا في قرية كفر قرع شايفينك ماشي هنا بشارع الملقب بشارع المصالحه طبعا المعروف، يعني كيف هيك اجواء رمضان تلاك؟ وين رايح؟ والله الحمد لله رب العالمين، اضحنا يعني بنكذب وقت على الدكانه على سوق الخضره نتبضع. كيف هيك احلى شيء برمضان بالنسبه لإلك؟ تقارب الناس لبعض، صله الرحم، الناس بتشكر بعض، بتزور بعض، المقتدر بفقد العائلات المستوره، يعني تقول جو رحمه، ربنا ما هو سمى شهر الرحمه. يعني كونك من ابناء الشبيب وبعرفك يعني بتشارك هيك وعندك اصدقاء ويعني وفعال جماهيريا، يعني بهالايام المباركه السعيده ماذا تقول لمجتمع الشباب؟ ماذا تقول لابناء البلد؟ عسى ان يكون مجتمعنا بلدنا افضل. من كلهم يتحلوا بالصبر وبالاخلاق الحميده، باخلاق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يمدوا ايد العون للمحتاج، للكبير، للاهل، نحترم بعض، نحترم اهالينا، والله يوفقهم ان شاء الله. سنتر ناس عنوانك لتوفير اكيد، وسنتر الاتصالات بيقدموا لك هديه، ماجد مسلماني بيقدم لك هديه، والحاج عم ابو همام عبد الرحيم عودي مصاري بيقدم لك هديه، وما احلى الحلويات، حلويات الناصري في رمضان. اذا بتعرف لي لحالك بدون خيارات، إذا بدك خيارات بيكون الحل الثاني. السؤال بيقول هيك: من هو قائد رماة المسلمين في معركة أحد؟ السؤال مرة أخرى: من هو قائد رماة المسلمين في غزوة أحد؟ رماة المسلمين في غزوة أحد، من هو؟ عبد الله بن زبير. باين عليك بدك تربح. عبد الله بن جبير. عبد الله بن جبير، الله اعلم. انا بقول لك عبد الله 100%، بظل ابن جبير. ابن جبير، ابن جبير، الله اعلم من ابن جبير. ليش عبد الله؟ ليش كنت ابن زبير؟ ليش انا غير؟ هم اثنين صحابي اول شيء، اما الله اعلم من عبد الله بن جبير. نعم، الله اعلم. الله اعلم، طبعا الله اعلم. وانت شو تخمينتك؟ انا تخميناتي ان شاء الله انه خير. ان شاء الله انه خير. ان شاء الله انه خير. وانا بقول لك كانت لك مشاركه حلوه، وكنت حابب يعني اعطيك الهدايا، فعلا حابب اعطيك الهدايا. الف مبروك عليك، هدايا مقدمه لك من سنتر الاتصالات وسنتر ناس عنوانك لتوفير اكيد، حلويات الناصري بفرع الوحيد بيقدموا لك هديه، ملك الشاورما بيقدم لك هديه، الحاج عبد الرحيم عودي مصار بيقدم لك هديه، وماجد مسلماني بيقدم لك هديه. رمضان كريم، شو بتحب تقول؟ كلمه اخيره للبرنامج. شكرا لكم على هذا البرنامج، بتتواصلوا مع الناس، كل عام وانتم بخير ويعطيكم العافيه والى الامام. شكرا لك، رمضان كريم. الله أكرم، أهلا وسهلا فيكم. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك. نكمل معكم اعزائي المشاهدين اجواء رمضان الخاصه ومميزه هنا في كفر قرع. من كفر رمضان كريم، كل عام وانت بخير. وانت بعد بخير. تعرف عليك حسن بس عبد الغني. حسن، حسن كيف رمضان تلاك؟ الحمد لله منيح ماشي حاله. والله ابتسامك، ابتسامتك حلوه حلوه كثير كثير. تسلم، انت احلى. وعشان ابتسامتك حلوه بدنا نسالك سؤال من برنامج هديه مقدم لك من سنتر ناس عنوانك لتوفير اكيد، مطعم حكايه بيقدم لك هديه، والحاج عبد الرحيم عودي مصاروي بيقدم لك هديه، وماجد مسلماني بيقدم لك هديه. السؤال بيقول هيك: شو بتعرف عن الحوش؟ الحوش؟ احاش يعني؟ حوش، عم نقول حوش مثلا في بلدنا اسمه حوش بردك، حارة بردك يعني الحارة. الحوش شو بتعرف عنه؟ حوش عشبات على جنب، حوش. طيب حوش خليل؟ حوش خليل. خوش حوش؟ خوش حوش. خوش من خوخ، خوش حوش. خوخ حوش. خوش حوش. خوش حوش. ركز. شو؟ خوش. خوش. خ
خليل خليل خوش خوش حوش بالإح حوش قولها مع بعض خوش خليل حوش خليل طيب منروح على إشي أسهل ركز معي كم مترا ارتفاع الكعب المشرفي وعاي هذه مقدمة لك من سنتر ناس وأيضا هذه مقدمة لك من أمجد عرفات أبو سوري مخللات بريتوف هذه مقدمة لك من مطعم حكاية السهرات والجلسات الرمضانية الخاصة فقط في حكاية ألف ارتفاع الكعب المشرفي ألف 11 متر باء 12 متر وجيم 13 متر 13 أنا بدكم لك ألف بظل باء 12 وجيم 13 إجابتك الصحيحة شو هي؟ جيم 13 ألف مبروك عليك هدية مقدم لك من سنتر ناس ومطعم حكاية بقدم لك هدية وأيضا حلويات الناصري بفرعها الوحيد في كفر القرى بقدم لك هدية كل عام وانت بخير وانت بألف خير شكرا عفوا مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 أعزائي المشاهدين نكمل معكم برنامج مع الناس ويشرفنا ولنا الفخر الكبير أن نلتقي بمدير بنك العمال في قرية كفر قرع السيد سفيان مواسي أولا نبارك لك حلول شهر رمضان المبارك والعام أنتم بخير أنتم بخير لك ولجميع المسلمين عامة في كل العالم وسيد سفيان نحن نلتقي معك على هامش مشاركتك في مؤتمر رجال الأعمال الخامس أولا كيف كنت ترى مثل هذا المؤتمر لتطوير المصالح الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة في منطقة وادي عرب نحن في بنك العمال بنك أبو عليم عملنا على المشاركة والمؤتمر هو تحت رعاية بنك العمال لأنه هذا الموضوع جدا مهم للوسط العربي وجدا مهم لرجال الأعمال في تقدم مصالحهم وتقدم أعمالهم في عنا إمكانيات المساعدة عن طريق الكيرن عربة مدينة اللي هي قروض برعاية الدولة وفي عنا قروض من بنك العمال قروض خصوصية للمصالح الصغيرة فهي الفرصة منيحة انه نقول للزباين تفضلوا وشوفوا شو الاشياء واهلا وسهلا وهي فرصة ان نقول لك رمضان كريم ونعطيك الفرصة انك ماذا تقول للمشاهدين لأهل كفر قرع والمنطقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اهلي في كفر قرع بحييهم بمناسبة حلول شهر رمضان وبتمنى لهم صوم مقبول ويكون شهر شوي سهل بالنسبة للحم اللي موجود ورمضان كريم وانا باعتقادي سيد سفيان الحم عندهم مش بس بسبب درجة الحرارة ولكن بسبب المصاريف الكثيرة الاعراس المناسبات الرحلات والان شهر رمضان المبارك العيد ومن ثم افتتاح سنة دراسية عبء كبير والله يعين الموظف الصغير اللي بياخذ 5000 شكل اين دور بنك العمال في مساعدة وتسهيل هذا الحم في عندنا قروض بمبالغ صغيرة لخصوصي لهي المصاريف اللي بنقدر نيجي نعطيها للموظفين الصغار موظفين اصحاب المعاشات ونسهل عليهم يمرقوا الفتره العصيبه هاي واهلا وسهلا وسيد سفيان مواسي مدير بنك العمال في كفر قرع نشكر لك هذا الحضور كل عام وانتم بخير رمضان كريم رمضان كريم اعزائي المشاهدين نكمل معكم هنا اجواء خاصه ومميزه هنا في ملك الشاورما نكون رمضان كريم كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير وان شاء الله ينعاد على الامه الاسلاميه جميعا وبالصحه والسلامه نتعرف عليك حافظ ابو طامي عمي حافظ طبعا انت من باكا كيف هيك الاجواء رمضان في باكا نفس الاجواء بكل بلاد المسلمين اجواء رمضان لها صور احتفاليه يعني نفس الشيء المسلمين بيختلفوش عن بعض احلى شيء برمضان عندك ايش فرحه الاولاد الصغار والسهر حلو طيب عمي الحاج احنا بدنا نسالك سؤال من البرنامج جاوبني عليه صح وتفوز معي بهديه مقدمه لك من ملك الشاورما هديه مقدمه لك من الحاجين سعد وسعيد عسلي وقطع غيار رفكه عسلي بقدم لك هديه والسؤال بيقول هيك ما هي الغزوه التي جرح فيها الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه احد يعني بدون خيارات طوال عرفت يا احد لا بدر يعني بعرف غزوه احد او بدر اما احد اعطيني جوابك مليون 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 في المية صح شكرا احنا بنحييك كل عام وانتم بخير انت بخير الصحه والسلامه ان شاء الله ينعاد على امه محمد كلها اجمعين شكرا
يا حياة قلبي مبروك. أعزائي المشاهدين نكمل معكم برنامج مع الناس، من كل رمضان كريم، كل عام وأنت بألف خير. الله أكرم وأنت بألف خير إن شاء الله. تعرف عليك محمد بسام أبو فني. محمد كيفك رمضان تلاك؟ يعني الحمد لله خير وبركتي. أظن لابس زي جوزاتك أخضر. أخضر موحد. موحد والسيارة برضه على لون ال. على لون السيارة. أنت تحب اللون الأخضر؟ لا أنا عارف عادي. إحنا على هاي المنوال أخرى شوي نوصل المراح. إن شاء الله. خليك معي هنا هاي الناح. كيف أنت ورمضان؟ الحمد لله بخير. أحلى إشي برمضان عندك؟ أكثر إشي مميز، أكثر إشي حلو، أكثر إشي بتحبه برمضان؟ طبعاً المدفع اللي بنعمله وبنضربه على صلاة المغرب لما بيأذن إن شاء الله. وتحياتك بهالأيام المباركة لمين الخاصة؟ لجميع الناس بتمنى كل الخير ورمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. هدية مقدمة لك من حلويات الناصرة، وهدية مقدمة لك من سنتر ناصر عنوانك لتوفير. أكيد عرف لي الإجابة على السؤال اللي بيقول هيك: في أي بلدة ولد سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام؟ ركز معي. أنت مركز معي؟ ركز معك أنا معك. ألف في القدس، باء في بيت لحم، وجيم في رام الله. سيدنا عيسى نعم في بيت لحم. جواب باء. أنت بتسألني ولا بتجاوب؟ بجاوب. طيب أنا بتحذف لك الأخيرة رام الله، بضل عندك القدس وبيت لحم. مين؟ باء بيت لحم. أكيد. وأنا بقول لك إنه سيدنا عيسى عليه السلام فعلاً ولد في بيت لحم. ألف مبروك عليك. هدية مقدم لك من سنتر ناس عنوانك لتوفير. أكيد مطعم حكاية أيضاً مقدم لك هدية. إيش بتحب تقول للمشاهدين؟ كل عام وأنتم بألف خير. باي باي. مبروك مبروك. برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا، كلك رقة وإحساس يلي بتسهر معنا. برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا، كلك رقة وإحساس يلي بتسهر معنا. هد أعصابك شوي سل صيامك يا عيني. هد أعصابك شوي سل صيامك يا عيني. جاوب واربح هدية في المسابقة اليومية. الكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور. الكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور. في الشوارع والطرقات والمحلات التجارية. في الشوارع والطرقات والمحلات التجارية. حي المجلس المحلي والتلفزيون الجماهيري. برنامج مع الناس بالليل بيجمعنا، كلك رقة وإحساس يلي تسهر معنا. برنامج مع الناس اللي بيجمعنا، كلك رقة وإحساس يلي بتسهر معنا.